بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 15 في هاتين الكلمتين العظيمتين، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قوله قل آمنت بالله، الإيمان هو التصديق الجازم في القلب الذي لا يعتريه شك، هذا في اللغة. أما في الشرع فالإيمان كما بيّنه العلماء قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان في الشرع. فقوله قل آمنت بالله، كلمة آمنت بالله تشمل الإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، وتشمل بقية أركان الإيمان الستة، فهي كلمة جامعة تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فلا يكون العبد مؤمنا بالله إلا إذا آمن بهذه الأمور الثلاثة، وإن نقص واحدا منها، لو أقر بتوحيد الربوبية فقط وأنكر توحيد الألوهية لم يكن مؤمنا، ولو أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنكر الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا، حتى يؤمن بجميع هذه الأمور الثلاثة، هي الإيمان بالله عز وجل. ولا بد أن يصرح بذلك فينطق به، يقول آمنت بالله. ما يكفي أنه يكون مؤمنا بقلبه فقط، لا بد أن ينطق ويقول آمنت بالله. ثم لا يكفي هذا، لا بد من الاستقامة للجوارح الأعمال، لا بد من الأعمال التي تصدق إيمانه في قلبه. وهذا هو مذهب أهل السنة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فهذا الحديث يشمل جميع الأنواع الثلاثة. قل آمنت بالله، هذا القول باللسان، وآمنت بالله هذا هو الإيمان بالقلب، فهو يخبر عما في قلبه. وقوله ثم استقم، هذا هو العمل بالجوارح، هذا هو الإيمان حقيقته الشرعية. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، لأن هناك من يقولون آمنا بالله ولكن لا يستقيمون. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهناك من يقول آمنت بالله لكن لا يستقيم، وهم المنافقون. ثم أيضا قولهم آمنا بالله هذا كذب، يريدون المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وليس في قلوبهم إيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذه صفة المنافقين الذين ينطقون بألسنتهم ولكن تنكر قلوبهم ولا توافق على ما تقوله ألسنتهم. فالمؤمن لابد أن تتوفر في هذه الأمور الثلاثة، أن يقول آمنت بالله، وأن يكون هذا الإيمان في قلبه صحيح، ما هو دعوة باللسان فقط، وأن يعمل يستقيم، أن يعمل. والاستقامة معناها الاعتدال، الاستقامة معناها الاعتدال بين الإفراط والتفريط، ما يكون عنده غلو زيادة في الدين تنطع. الله جل وعلا حذر من الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلك. الغلو وهو الزيادة في الدين والتشدد، وكذلك التساهل وهو التفريط في الدين،
تعطيل الأعمال والكسل. فالمسلم يكون بين الإفراط والتفريط، لا يتشدد ولا يتساهل. ودين الله بين الغالي والجافي، الغالي هو المتشدد والجافي هو المضيع. وجاء الأمر بالاستقامة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم كما أمرت، ما يزيد على ما أمر الله سبحانه وتعالى، بل يستقيم كما أمره الله ولا يزيد. ثم أكد ذلك بقوله ولا تطغوا، يعني لا تزيدوا وتغلوا، لأن هناك من الناس من يغلو في الدين يتشدد، وهذا مذهب مذموم، مذهب الخوارج هو الغلو الذي أهلكهم. الغلو هم أهل دين وأهل عبادة وأهل ورع وأهل خوف، ويكثرون من تلاوة القرآن، يصلون الليل ويصومون النهار، لكن عندهم غلو زيادة أخرجتهم عن الاعتدال فهلكوا بسبب الغلو. وهناك من يتساهلون في أمور الدين، وهم المرجئة الذين يرون أن الأعمال ما هي من الإيمان، إن حصلت وإلا ما هي ليست من الإيمان، ويقولون الإيمان في القلب أو الإيمان بالقلب واللسان، والأعمال لو ما جاءت ما تضر، لا يضر مع الإيمان معصية يقولون، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا باطل، هذا قول باطل يقابل مذهب الغلاة على طرفي نقيض مع الخوارج. أما أهل السنة فهم الوسط بين المذهبين، بين مذهب الغلو والتطرف والتشدد ومذهب التساهل والتميع وإضاعة العمل. الاستقامة معناها الاعتدال، قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. سددوا أي أصيبوا الصواب والهدف، وإذا عجزتم عن الإصابة قاربوا، مقاربة تكفي. فالدين وسط ولله الحمد، ليس فيه غلو وتشدد وزيادة، وليس فيه تساهل وتضييق. ولما قال ثلاثة من الصحابة، قال واحد منهم أنا أصوم ولا أنام، أنا أصلي ولا أنام، قال الثاني أنا أصوم ولا أفطر، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. تشدد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاعتدال، يصلي من الليل وينام، ويصوم من الأيام ويفطر بعض الأيام، ويتزوج النساء ولا يتبتل، يترك الزواج تقربا إلى الله، هذا ما هو بتقرب إلى الله، هذا تعذيب للنفس وتعطيل للنسل وتعطيل لمرفق هام من مرافق الحياة وهو الزواج. الدين لا يرضى بهذا، أول شيء أنه تشدد على النفس، وثانيا أنه تضيع لمرفق هام من مرافق المجتمع وهو الزواج. والصلاة والنوم بالليل هذا رفق بالبدن، البدن ما يستطيع كل ليل يصلي، رفق بالبدن، رفق بالنفس. والصيام كذلك، والإفطار يصوم ويفطر، ما يتعب نفسه يصوم كل الأيام ولا يفطر أبد، بل يصوم ويفطر يعطي نفسه الراحة ولا يتشدد عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا. الدين ما يمكن أنك تحيط بالدين كله، الدين متين، يقول صلى الله عليه وسلم هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، برفق. يقول صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المتشددون والمتنطعون والغلاة
كثيرا ما ينحلون ويتركون الدين، لأنهم يملون ولا يقدرون على الاستمرار، التشدد صعب فيملون وينقطعون ويتركون. بعضهم ينحرف ويزيغ، وبعضهم يترك العمل لأنه ما يستطيع يستمر على التشدد، ما يعيش على التشدد أحد، إنما الاعتدال هو الذي يبقى ويستمر، يعمل من الدين ما يستطيع ولا يشق عليه، هذا يستمر. أما اللي يشد بالأول ويتشدد هذا يعجز عن الاستمرار، يترك الدين. وكم من شخص زاغ وترك الدين بسبب التشدد، ولو أنه من الأول اعتدل واستقام ما ترك دينه. فالتوسط سبب للاستمرار، والغلو سبب للانحلال وترك الدين، يعني ما الإنسان بشر ما يستطيع، كالمنبت لا أرض انقطع، والمسافر تعبت راحلته وانقطعت، جلس في الطريق لا ظهرا أبقى، الراحلة راحت ماتت، ولا أرض انقطع، المسافة باقية. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه أخذ الطريق بالرفق شيئا فشيئا لا استراح وقطع المسافة، استراح وقطع المسافة، هو وصل إلى البلد الذي يريد. إذا أخذ الطريق مراحل شيئا فشيئا ومشى في الدلجة في آخر الليل وقت البراد، ثم استراح وسط النهار وقال هو راحلته، ثم مشى بعد ما يبرد الجو، هذا يقطع المسافة ويستريح وتبقى له راحلته بسبب الاعتدال في السير. أما اللي تشدد في السير أول ما مشى، هذا راحلته تهلك ويبقى في الطريق، ما وقد يهلك، يصيبه الجوع والعطش يموت. وكذلك الكسلان اللي ما يمشي مع الطريق، ينام ولا يمشي، هذا ما يقطع المسافة. الوسط بين الكسل وبين التشدد، هذا هو في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية، الوسط هو الخير، هو الخير. وأمر الله به فاستقم كما أمرت، فاستقيموا إليه، ثم قال واستغفروه، لأن الإنسان بشر يحصل منه خلل في الاستقامة، قد لا يستقيم كل الاستقامة، يحصل من خلل يحتاج إلى الاستغفار عما قصر فيه. فاستقيموا إليه واستغفروه مما يحصل من الخلل والنقص، والاستغفار يجبر النقص. الإنسان بشر يخطئ، ولكن يرفع هذا الخطأ بالاستغفار. الحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم لم يكتفي بقوله قل آمنت بالله، بل قال ثم استقم، هذا دليل على أنه لا بد من العمل، ولا يكفي أنه يقول أنا مؤمن، الإيمان في القلب ولا يعمل شيء، هذا ما هو، هذا هو الإيمان المطلوب. الإيمان يستدعي العمل والاستقامة على الطاعة. فهذا الحديث من أبرز الأدلة على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وفيه الرد على أهل الغلو والتشدد، وفيه الرد على أهل الكسل والخمول، وفيه أن الدين وسط بين الإفراط والتفريط. فهو حديث عظيم يجعله المسلم منهجا له يسير عليه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقول آمنت بالله ثم يستقيم على طاعة الله وترك معصية الله. هذا هو المنهج السليم الواضح الذي
لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين خفيفتين: آمنت بالله ثم يستقيم على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مثل الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله، في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا نتيجة أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولم يقولوا ربنا الله فقط يتركون الاستقامة، بل قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حصلوا على هذه البشارة العظيمة: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لاحظ، بما كانوا يعملون، ما حصلوا على الجنة إلا بالعمل، بما كانوا يعملون، بدون عمل ما تحصل على الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس، يعني العاقل الحازم، من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يبي الجنة بدون عمل، ما يمكن هذا، ها يمكن الجنة لابد من عمل، إلا الإنسان اللي ما استطاع يعمل هذا معذور، اللي ما استطاع يعمل هذا معذور. أما الإنسان اللي عنده استطاعة للعمل وترك العمل هذا ما يصل إلى الجنة، لأنه لم يقدم شيئا يؤهله للجنة، وليس معذورا إذا ترك العمل لأنه معذور ما يستطيع، فهذا يكفي منه الاعتقاد في قلبه والإيمان في قلبه، وأنه لو تمكن من العمل لعمل، ينوي هذا بعزمه ونيته. فهذا هو الطريق الصحيح والصواب في هذه المسألة التي غلط فيها كثير من الناس بين الإفراط والتفريط. والخير هو الاعتدال والوسط في الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل، يقول: هل يقول الإنسان: اللهم إني أسألك إيمانا دائما؟ نعم، طيب، هذا تسأل الله يثبتك على الإيمان دائما، يعني في كل حياتك، شيء طيب. أسألك إيمانا، أسألك إيمانا ثابتا، أو إيمانا صادقا، اللي في الحديث: إيمانا صادقا يباشر قلبي. إذا سأل الله إيمانا صادقا فهذا طيب، وبدل ما تقول إيمانا دائما تقول: اللهم ثبتني، اللهم ثبتني على الإيمان. نعم. هذا يسأل عن إدخال الطعام في الحرم. ما يسمحوا لك تدخل الطعام في الحرم. الحرم ما هو مطعم، الحرم محل عبادة، إذا أردت تأكل تخرج إلى المطعم وتأكل. والمعتكف إذا كان ما فيه أحد يحضر له الطعام ويأخذ بقيته ويرجع بها، ما فيه أحد يخدمه، يخرج للوجبة ويأكل في المطعم ويرجع، ما في بس. يسأل يقول: ما هي أسباب الفتور في الطاعات؟ أسباب الفتور كثيرة، منها طاعة النفس. أنت إذا أطعت نفسك أنت ما تعمل شيء، لأن النفس تريد الراحة، النفس تريد الراحة. لكن إذا عودتها شيئا فشيئا اعتادت، وإذا طاوعتها أهلكتك. هذا شيء. الشيء الثاني: مجالسة الكسالى، مجالسة الكسالى والغافلين. إذا جالستهم أخلت من طبعهم وجاريتهم، فلا تجالس أهل الكسل
وأهل العطالة جالس الصالحين وأهل الخير وأهل العلم أهل العلم. الثالث الاشتغال بالدنيا، إذا أكثرت من الاشتغال في الدنيا عطلت عليك آخرتك. الاعتدال، تعمل لدنياك وتعمل لدينك باعتدال، ما تغلب جانب على الثاني، هذا هو الطريق الصحيح. تطلب الرزق وتعبد الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. فهذا هو الاعتدال وهذا هو الطريق الصحيح. أما اللي كل دنياه يجعله لطلب الدنيا ألا تضيع عليه الآخرة، أو العكس اللي كل دنياه يجعله للآخرة ألا تضيع عليه دنياه ومصالحه التي لابد منها ويصير عاله على الناس. نعم، هذا يسأل يقول أريد أن أعرف وقت الاعتكاف. الاعتكاف ليس له وقت، أي وقت تعتكف من ليل أو نهار كله يصلح للاعتكاف. إن اعتكفت ليل أو اعتكفت نهار أو اعتكفت الليل والنهار جميع أو اعتكفت الأيام والليالي المتواصلة كله طيب، كله طيب. والاعتكاف هو البقاء في المسجد لعبادة الله عز وجل، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. نعم، هذا يسأل عن رفع الأصوات في المسجد الحرام، ما يجوز هذا رفع الأصوات والمنادات، بعض الناس ينادي بعض يرفعون أصواتهم، هذا أول شيء إنه يشوش على اللي يقرؤون القرآن ويصلون، وثانيا فيه إساءة إلى حرمة المسجد الحرام، فلا ترفع الأصوات فيه كأنه شارع، يعني خلى مثل الشوارع، لا ما يجوز هذا، لا يجوز هذا. ويسأل عن قتل الحشرات، الحشرات المؤذية تقتل سواء في المسجد الحرام أو في غيره، الحشرات المؤذية تقتل دفعا لأذاها. نعم، هذا يقول هل يصح للمعتكف أن يذهب إلى المصرف أو إلى الصراف ليصرف فلوس؟ نعم، إذا كان يحتاج فلوس يذهب ويصرف، يخرج المعتكف لحاجته التي لا بد له منها، إذا كان لا بد من خروجه لصرف فلوس يخرج بقدر الحاجة ويرجع. ويسأل هل الأفضل للمعتكف أنه يحضر الدروس أو أنه يجلس يقرأ القرآن؟ لا، يحضر الدروس، والدروس ما هي بدائمة، هي حضر وقت الدرس وبعدين يتفرغ لتلاوة القرآن، يجمع بين المصلحتين. الساحة الخارجية هل يخرج لها المعتكف؟ لا، اللي داخل الأبواب هذا هو محل الاعتكاف، أما اللي خارج الأبواب هذا لا، هذا ما يخرج إليه إلا للحاجة، إذا كان له حاجة ما يخالف ويرجع. نعم، هذا يقول إذا صليت العشاء وانصرفت وصليت التهجد مع الإمام حتى انصرف، فهل يكتب لي قيام ليل؟ يكتب لك بقدر ما صليت، يكتب لك بقدر ما صليت، يكتب لك بعض قيام ليلة، ما يكتب لك قيام ليلة إلا إذا صليت، إذا صليت التراويح وصليت التهجد يكتب لك قيام ليلة، أما إذا صليت التهجد فقط وتركت التراويح أو صليت التراويح وتركت التهجد يكتب لك بعض قيام ليلة. هذا يسأل عن الدعاء في القنوت، هل يرفع صوته، هل يرفع صوته؟ الإمام يرفع صوته لأجل يسمع المأمومين، أما المنفرد ما يسمع، ما يرفع صوته، يدعو سرا ولا يرفع صوته، ما له داعي رفع الصوت إذا كان منفردا. نعم، هذا يسأل هل يكون الاعتكاف من المغرب إلى طلوع الفجر في اليوم الثاني ثم الخروج من المسجد؟ نعم، الاعتكاف قلنا ما له حد أقله ولا يكفي، فإذا اعتكف ليلة كاملة من المغرب إلى الفجر حصل له اعتكاف، حصل له الاعتكاف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك،
يكون الاعتكاف الليل فقط أو في النهار فقط أو يكون بالليل والنهار، وهذا أفضل، وتكفي نية واحدة للاعتكاف، مو بكل يوم ينوي. إذا كان ناوياً أن يعتكف العشر الأواخر تكفي النية في أوله، مو بكل يوم يجدد النية. هذا يقول إن شخصاً جاء يريد العمرة ومر بالميقات واغتسل وأحرم، نوى الإحرام، لكنه نسي أن يقول اللهم لبيك. لا بأس، التلبية سنة، ما هي التلبية سنة، ما دام نوى الإحرام من الميقات يكفي، ولو لم يلبي التلبية سنة. هذا يسأل عن سؤال تكرر وهو الحجز، حجز المكان في المسجد. حجز المكان في المسجد لا يجوز، المسجد لمن سبق، إلا إنسان جالس في المسجد وراح يجيب حاجة، راح يجيب حاجة ويبي يرجع لمكانه، هو أحق بمكانه. إذا كان بيرجع سريعا فهو أحق بمكانه، ولا مانع أنه يجعل فيه حاجز، لأنه في حكم الباقي في المسجد. نعم. هذا يسأل يقول أنه من أهل مكة ويعمل في تبوك وجاء يريد العمرة لكن ولم يحرم من الميقات، يظن أن اللي من أهل مكة ما يحرمون من الميقات. لا يا أخي، أهل مكة وغيرهم إذا مروا على الميقات ويريدون العمرة يحرمون من الميقات، ويصير حكم المكي حكم الآفاقي، حكم المكي حكم الآفاقي، يحرم من الميقات. فلو تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دونه يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. يقول هل العمل شرط في صحة الإيمان؟ يا أخي، العمل من الإيمان، من الإيمان، داخل في الإيمان، ما هو بشرط، بل هو ركن من الإيمان. لا يقوم الإيمان إلا على ثلاثة أشياء، بل على أربعة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، فليس العمل شرط، وإنما هو من حقيقة الإيمان، من حقيقة الإيمان ومن ذات الإيمان. نعم. الاعتكاف ما هو من شرطه الصيام، لو اعتكف الإنسان وهو مفطر لا بأس، الاعتكاف شيء والصيام شيء آخر، لكن يقولون كونه يعتكف وهو صائم أفضل. أما لو اعتكف وهو مفطر فلا بأس، اعتكافه صحيح. نعم. هذا يسأل عن سؤال تكرر الجواب عنه، وهو الذي ما تمكن من العمل، مات ولم يتمكن من العمل، يدخل الجنة بإيمانه؟ نعم، اللي آمن بالله إيمان صادق ونطق بالشهادتين دخل في الإسلام، ثم قتل أو مات باغته الموت بعد إسلامه ولم يتمكن من العمل وهو صادق الإيمان، ولو تمكن لعمل، نعم هذا يدخل الجنة بإيمانه. نعم، لأنه ما ترك العمل تفريطا، وإنما ترك العمل لأنه لم يتمكن منه فهو معذور. هذا يقول رجل فرنسي أسلم ويريد أن يعرف ماذا يعمل. هذا فيه مكاتب للجاليات موجودة، مكاتب للجاليات يذهب إليهم وهم إن شاء الله يوجهونه ويعطونه الكتب التي تناسبه بلغته، يروح المكتب الجاليات في مكة. نعم، أو في أي بلد مكتب جاليات. هذا يسأل عن مسلم مات في بلاد كفار، مات في بلاد كفار ودفن في مقبرة الكفار ولم يصلى عليه، هذه نتيجة أن المسلم يعيش مع الكفار، ما هذا يسبب له الأمور هذه؟ لكن هو يقول أنه بعد مده أخرج من مقبرة الكفار وصلي عليه، الحمد لله حصل المقصود، حصل المقصود. إذا كان إخوانه المسلمون خرجوه من مقبرة الكفار ودفنوه في مقبرة المسلمين وصلوا عليه، حصل المقصود والحمد لله. إن بينا معنى الإيمان وكررنا هذا، ألا داعي لكثرة الأسئلة في هذا؟ ما نشوف هذا كتابة ما يبارك. كنت مسافرا وذات يوم
وجدت جماعة يصلون على جادة الطريق مسجد، فلم أدري هل الإمام مسافر مقيم. عليك أنك تنوي الإتمام، إذا صرت ما تدري عن الإمام هل هو مقيم ولا مسافر تعمل بالاحتياط، تنوي الإتمام وتتم الصلاة والحمد لله. يسأل عن خروج الماء من قبل المرأة، خروج الماء من قبل المرأة هل ينقض الوضوء؟ نعم، كل ما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء، كل ما خرج من الفرج قبلا كان أو دبرا فإنه ينقض الوضوء. نعم، هذا يسأل سؤال ما له قيمة، يقول الخطوط اللي في فرش المصلين، الخطوط اللي في فرش المسجد هل لها أصل أو ما لها أصل؟ أخي الأمر سهل، هذه من الأمور السهلة، هم قصدهم تعديل الصفوف، ما في مانع، ما في مانع توضع خطوط أو ما توضع، سواء وجدت أو لم توجد الأمر سوى في هذا، فلا ينكر على من فعلها. هذا يسأل عن مكان يعد لصلاة الجنائز في غير المسجد، طيب هذا، أو الصلاة على الجنائز في المساجد محل خلاف، أما إذا أعد مكان للصلاة على الجنائز غير المسجد فهذا أحسن ما في شك. هذا يسأل عن ما سبق أول الدرس، إن هل المعاصي تنقص الإيمان؟ نعم، أنت سمعت التعريف، ينقص بالإيمان، ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة، الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات. نعم، لكن إذا تاب من المعاصي تاب الله عليه. يسأل عن كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دراهم نقود؟ لا، ما يجوز، لأن الله قال كفارته إطعام 10 مساكين، والإطعام غير النقود، فتشتري طعاما وتوزعه على 10 فقراء، طعام ما هو بنقود، هذا لفظ الآية، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، ما تطعمون طعام، أو كسوتهم، تعطيه ثوب يلبسه، كل واحد من الفقراء 10 تعطيه ثوب يلبسه إذا كان ممن يلبسون الثياب، أو سترة وبنطلون اللي يسمونه إزار ورداء، حسب العادة، حسب لباس البلد، تعطيه ما يلبسه مما يلبسه أهل البلد. نعم، رفع الأيدي عند تكبيرات الجنازة، نعم هذا سنة، ما هو واجب، سنة، يسن رفع الأيدي عند تكبيرات الجنازة الأربع. نعم، هذا يقول إذا طلبوا مني أن يصليهم هذا صلاة فريضة ولم أقبل هل آثم؟ يقول إذا كان ما فيه مانع فأنت تأثم، أما إذا كان عندك مانع من الصلاة بهم يمنعك مانع فلا إثم عليك، أما إذا كان ما فيه مانع فأنت تأثم إذا تركتهم ولم تصلي بهم وهم محتاجون إليك. نعم، يقول ما هو الوقت الصحيح للسحور؟ يا أخي السحور إلى طلوع الفجر كله وقت، كله وقت، كل ما تأخر أفضل، يكون عند طلوع الفجر تنتهي منه، هذا أفضل إنك تقدمه بزمان قبل طلوع الفجر، كونك تأخره ويكون آخر شيء وتنتهي منه عند طلوع الفجر يكون هذا أفضل، وهذا هو السنة. هذا يقول أخذت كرسي لأداء الصلاة عليه، هل هذا يجوز؟ إذا كنت عاجز عن القيام وعن السجود ومحتاج إلى الكرسي لا بس، قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. إذا كنت تحتاج إلى الصلاة على الكرسي ولا تستطيع القيام ولا السجود على الأرض يجوز لك تصلي على الكرسي.